بعد العفو الملكي وعودتكم إلى أرض الوطن وأنتم آنذاك المعارض الصلب اللي محكوم بواحد العدد ديال الأحكام ديال الإعدام، غيكون لكم أول لقاء مع الملك الحسن الثاني. كانت المناسبة هي التحولات اللي عرفتها قضية الصحراء المغربية، وكنتم في واحد الوفد اللي غادي يمشي لأديس أبابا والتحقتوا بفاس باش تلتقيوا مع في هذا اللقاء مع الملك الحسن الثاني. حدثت واحد الوضعية صعبة اللي هي مسألة ديال تقبيل اليد، كيفاش يمكن تحكوا لنا على هذا اللقاء؟ تنعتبرها كانت جات عادية، ما كانت شيء داير بها حسب كاستدعانا الملك باش نحضروا فاديسة بيبا. نعم. وكنت أنا أول مرة نتلقى مع الملك فاس مكة. نعم. كانوا غير الأحزاب الممثلين الأحزاب كنا. مهم أنا ما عندي شيء في كلك إيش عادي ندير. كل ما كان دلت إيدي على كتف على كتفه قال في كنت. قلت له بن سعيد هكذا جاف. هزت حالتي ملي رجعنا كان استقبال كبير وفيه الدولة كلها والجيش واسمو. فكرت قلت ملاش ما نورط نفسي نسلم عليه، زعما كاين بنادم بزاف هذاك درس البصري هو تيقلب على هذا الشيء. قال له قال شي واحد شي قلب لي على السي بن سعيد. شوفوا انا كنت تجنب لان ما باغي نبوس، ولكن في نفس الوقت ما عنديش شنو ندير هو نتجنب، ولكن ما خلانيش هذاك اللي استدعاني. ملي جيت درت نفس الشكل تحنا فيا الملك قال لي المخزن راه عنده تقاليد وخصك ديرها. دزت ما جاوبتوش. جا بن سودة تيجي سي بن سعيد راه التقاليد هو تحنا له على كتفه. لو على كلنا انا الملك تنعرفو شحال هذا ملي كما قبل كاع ما يكون ملك ما عندوش انا ما عندو لا اهميه لهاد الشيء هذا، زعما نبوس ولا ما نبوس اش ما عاود جلس البصري قال شي واحد قول له بن سعيد ما يخرج حتى نشوفو لان كفر عليه الملك ما عرفت اسمو. جا قال لي علاش ما بستيد سيدنا؟ لو انا ماشي جديد في هذا البلاد باش تعطيوني ارشادات اش غادي ندير. الملك تنعرفو تيعرفني ماشي جديد عليه، ولهذا انا ما يفرض عليا حد شي حاجه. قال لي لا سي بن سعيد جي عندي نمشي عندك تعتذر له. قلت له سلعيتيني نجي عندك ما سلعيتيني ما نجيش. مشات هكذا. فرحتنا برمضان مع سداري ميزيدور اللي كيهديكم على كل مترو خدية ميزيدور الخاصة بالصالون والمعروفة بتوب ميزيدور. عرض صالح إلى 7 يوليوز. ريشبوند يا سلام. من بعد هذه المحطة كانت واحد المحطة أخرى حتى هي كانت حرجة اللي تتعلق بالجلسة البرلمانية الاستثنائية اللي كانت جات على إثر الكتاب ديال جيل بيرو صديقنا الملك. شنو اللي وقع بالضبط في هذه الجلسة؟ هو استدعونا
كممثلين الأحزاب السياسية. نعم. باش استنكار ما ورد في الكتاب والكتاب اسمه. وكانت مذاكرة اعتبروا أنه هو بالنسبة له غادي يأخذ موقف من فرنسا وغادي يحسن العلاقات مع إسبانيا ومع إيطاليا، يفتح العلاقات معهم. أنا تدخلوا كاملين تسمو تيساندو. أنا تدخلت لصاحب الجلالة هاد الشي اللي تقال اللي قلتي على أساس ما بقي نتبعوا لشي دولة أجنبية زعما نتحرروا. أنا كل إيجابي مهم جدا، المغربي فتح علاقاته مع من بغى مع من مصلحة، ولكن هاد الشي اللي تيقولوا هاد الناس ما خصوش يبقى. جاوبني قالوا أنه أنيس بلافريج عنده موقف من قضية الصحراء المغربية، تلقى صراحة هو وصحابه بن السرفاتي ضد قضية الوطنية. كنت أنا غادي نجاوبه نقول له كاين هناك الناس اللي استفدوا من الكلمة ديالكم، قلتي إن الوطن غفور رحيم، جاو الناس اللي حملوا السلاح تعفى عليهم. السرفاتي ما حمل السلاح، حمل الفكر، لكن الرأي العام الوطني أكبر منه زعما كاين وجهات نظر كثيرة هي اللي تواجهوا ماشي. نعم. ولكن تكلم السي عبد الرحيم بوعبيد ما بقي خليني نجاوب هكذا. جات القضية تورطت تطورت. نعم. بحيث جاني دريس البصري قال لي سيدنا قال ان اللي جبد قضيه الانتقالين هو سي بن سعيد خصك تذكر معاه ما يجبدوش في البرلمان. ان اتفقنا تكون جلسه خاصه في البرلمان. شو علاش ما نجبدوش؟ قلت من مصلحتكم تقولوا ان كاينه الحريه في البلاد. اما الا منعتوني معنا ما كاينه الحريه في البلاد، داك الشيء اللي تيقولوا هذوك الناس صحيح. نعم. قال لك لا غير يدوز هذا الشيء. قلت له لا، ما اسمه صيفط لي كذلك احمد عثمان صيفط لي بن طلب كان قدام عنده ديك الساعه، هو اللي قال لي هذا الشيء. قال له احمد عثمان انت تدافع على بن سعيد وكذا خصك. ما اتفقتش معهم. ملي جا البرلمان ملي طلبت الكلمه تدخل مولاي احمد العلوي قال لي ماشي هذا موضوع على جينا ماشي في جدول الاعمال. قلت له مولاي احمد الا عندك ما تقول صبر الرئيس ما عندك الحق تقطعني. نعم. زيد ثاني عاود نض مره اخرى نض تصفق الناس تيسقطوا هذا الاتحاديين وحزب الاستقلال والتقدم ضده. من بعد عاود ثاني مره ثالثه قلت له الا ما سكتي راه عندي ما نقول فيك. وتلفت للسي احمد عثمان قلت له الا انت رئيس الجلسه ايوا خصك تضبط هذا الشيء، الا ماشي رئيس الجلسه ماشي ضروري نتكلم. عاد وقفوا. وقف هو. وقف ديك الساعه ما باقيش يتكلم. لانه عرف بانه عندك ما تقول فيه. ايه على كل ما يكون موقف راه نقول له انت صيفطتي برقيال بن عرفه وتجي تدافع عليه على الملك. تماما. فرحتنا برمضان مع سداري ميزيدور اللي كيهديكم على كل مترو خدية ميزيدور الخاصة بالصالون والمعروفة بتوب ميزيدور. عرض صالح إلى 7 يوليوز. ريشبوند يا سلام.